للحديث أكثر عن هذا المشروع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد نادر المؤيد، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. السيد نادر، بعد التحية، نحن أمام مشروع يعد الأضخم من نوعه في المنطقة، كيف سينعكس على مكانة البحرين الدولية في صناعة المعارض والمؤتمرات؟ مساء الخير. أولا يعني بداية تشرفنا صباح اليوم برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول رئيس مجلس الوزراء، في حفل وضع حجر الأساس لمجمع مدينة المعارض منطقة الصخير. يعني المشروع هذه أساسا يأتي تلبية للطلب المتزايد على إقامة المعارض والمؤتمرات النوعية في مملكة البحرين، سواء كانت منها محلية أو عالمية. وبدون شك أن هذا المشروع راح يضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية لصناعة المعارض بشكل عام. هذا المجمع هو مجمع نموذجي يحتوي على جميع البنى التحتية المطلوبة وعلى أعلى المعايير. ويمكن تذكر في جزئية الخبر نفسه المساحات، مساحة الأرض 309 ألف متر مربع، مساحة المجمع 149 ألف متر مربع، يعني بمعنى آخر هي أكبر بعشر أضعاف المجمع الحالي. كما أن القاعات، قاعات العرض، راح تكون بمساحة 95 ألف متر مربع، في حين الوضع الحالي إحنا عندنا حوالي 14 إلى 16 ألف متر مربع. راح تكون في قاعات أساسية للمؤتمرات تسع إلى 4500 شخص، وإضافة إلى قاعات أخرى أصغر لأغراض مختلفة. يعني إحنا في الأساس نأمل أن يكون هذا المشروع إضافة قوية ومهمة للدفع بالقطاع السياحي وقطاع المعارض، ليكون دافع لزيادة مساهمة القطاع نفسه، قطاع السياحة، في الناتج الإجمالي اللي نما بين عام 2015 من 3.5% إلى 6.5% في عام 2018. نعم سيد نادر، يعني لو تحدثنا أكثر عن مراحل التنفيذ، الفترة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع، وكذلك أيضا توقعاتك بالقطاعات الأخرى التي ستنشط مع تشييد هذا المشروع، خصوصا في المنطقة المحيطة له في منطقة الصخير. يعني بدون شك أن إنشاء هذا المجمع الذي سيكون خلال عامين من تاريخ البدء فيه، اللي هو تم التوقيع على عقد البناء قبل يومين، طبيعي راح يكون إضافة نوعية إلى القطاعات بشكل عام، القطاعات الأخرى، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللي تخدم قطاع المعارض، سواء كانت مشاريع التخزين، مشاريع المؤسسات الصغيرة، المؤسسات المتوسطة اللي تخدم قطاعات المعارض بشكل عام. نعم. يعني ونعتقد أن خلال هالفترة ذي، من خلال هالسنتين القادمتين، راح يتمكنون إن هم يوجدون لهم موطأ قدم إلى حين بداية هذه المشروع نيرا، يعني النور إن شاء الله. نعم. السيد نادر المؤيد، الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، شكرا جزيلا لك.